دايما متعودين عليها بتقدم الاعمال اللي فيها افكار قويه، بتقدم اعمال فيها قضيه تخص المراه، قضايا عامه بتهم الناس كتير جدا في البيوت المصريه والعربيه. وهي الفنانه الكبيره روجينا الحقيقه بتقدم شخصيه مختلفه، شخصيه نصره في مسلسل سر الهي في موسم رمضان السنه دي. برحب بك يا روجينا في اكسترا نيوز. حبيبتي انا اللي برحب بيكم، وسعيده جدا جدا ان انتم معانا النهارده ونورتونا. احنا اسعد يا روجينا ومبسوطين قوي ان احنا موجودين معاكي النهارده في اللوكيشن. كلمينا الاول عن نصره، اول ما شفتي كده الورق ايه اللي جذبك في الشخصيه؟ الحقيقه يعني امين جمال صديقي واخويا وعشره كبيره قوي قوي، والحمد لله انه السنه دي يعني حصل نصيب ان احنا نشتغل مع بعض. هقولك انه من احلى الورق اللي قريته في حياتي، من احلى الورق لنصره المراه. يعني نصرة نقول ان هي واخدة من حظها. طبعا طبعا انا مؤمنة كده انه اي حاجة بتاخد من اسمها لها حظ من اسمها. يعني سر الهي، يا رب كده ان شاء الله باذن الله يجعل نجاح المسلسل سر من اسرار ربنا يعني. ونصرة هي تحمل هذا النصر، هي تبحث عن ده، النصر في حقها، النصر في انها ما تنكسرش، النصر انها ما حدش يجي عليها. فشخصية نصرة شخصية بالنسبة لي صعبة جدا جدا، مراحلها كتير قوي قوي. أنا بعمل أربع مراحل في الشخصية، ببقى سعيدة بده جدا جدا، بس يعني في وقت من الأوقات بتحس إنك تعبانة تعبانة من نقلات الشخصية الكتير نفسيا نفسيا. والحقيقة هو أمين عامل ده، يعني عارفة أنت ما يبقى مؤلف فارد عضلاته، فارد عضلاته في الشخصيات كلها. طبعا معايا الفنانة الكبيرة روجينا، متعودين عليك دايما في شخصيات اللي فيها مراحل. الحقيقة هي دايما ممتعة. فيها يعني دايما يا روجينا بتقدم لنا فعلا شخصية دايما عارفين إن بدايتها مش نهايتها، دايما الحمد في اختلاف. الحمد لله. يعني أنا دايما ما بقعد أذاكر كده، بذاكر شغلي. أنت لو حطيتي شخصياتي كلها كلها اللي عملتها مش هتلاقي واحده شبه واحده فعلا، لا في الشكل ولا في المضمون ولا في الاداء. الحمد والشكر لله. وانا بقول انه دي متعه الممثل. انا بقول انا مشخصاتيه، انا جيلي شخصيه بشوفها ورق المؤلف كاتبها بوجهه نظره. انا هنا الشخصيه بالنسبه لي بتتحول للحم ودم، وانها تقدر تتكلم وتدافع عن نفسها وتاخد مواقفها. فانا عندي الشخصية دي تعباني قوي، صعبة قوي، ومراحلها كتيرة قوي. طيب أنا عايزة أتكلم معاكي عن بقى الشخصية اللي من لحم ودم دي. إزاي حضرت لها شكلا، لبسها وشكلها ولو في باروكة لو في لبس مثلا معين، إن هي شوية شخصية على الأقل في الأول شخصية شعبية، وكمان نفسيا إزاي دخلتي كده تعمقتي جوه الشخصية، صدقتيها الأول عشان الناس بعد كده تصدقها؟ لما بتقري ورق، هي البدايه بتيجي فين؟ في القرايه، انك بتقري ورق شخصيه دي بتمسك ولا ما بتمسكيش، بتحبيها ولا ما بتحبيهاش، بتحسي ان انت عايزه تدافعي عن قضيتها ولا لا. لما قريت نصره حسيتها، عشقتها، وحسيت انه انا مصدقاها علي، وهي صعبان عليا، مصدقاها وهي طيبه، مصدقاها وهي دمها خفيف وشربات، مصدقاها لما بتبقى مفتريه وتعرف تاخد حقها من الدنيا. فالحقيقه احنا قعدنا قعدات كتير قوي مع انا وامين واستاذ رؤوف، تحضير كتير قوي. واحنا ميزتنا ان احنا فريق بنحضر كتير قوي قوي قوي، يعني بنقعد على الورق كتير، لانه انا مؤمنه ان انت لما بتحضري كويس قوي بتخشي تشتغلي وانت عارفه انت هتعملي ايه، سايبه ايدك زي ما بيقولوا كده. تمام. فاحنا قعدنا من حيث الشكل، قعدت انا واستاذ رؤوف ومايا حداد الستايلست، وهي الحقيقه كان عندها وجهات نظر كتير قوي في المراحل بتاعه الشخصيه بتاعه نصره. بنتفق او نختلف ونتخانق، وبعدين يعني ايه نشوف وجهه النظر اللي تتصدق فيها نصر، فنوصل لنصر. الأقرب للشخصية دايما الشكل بيخدم. أكيد. أكيد. بيخلي الناس يعني كده تشوف يعني الشكل فتصدق. الشكل أول حاجة، يعني هي الشخصية بتطلع أول حاجة بتشوفيها شكلها، أنت مصدقة شكلها على بيئتها، على طريقتها في الكلام، على حالتها النفسية، خلاص بتوافقي. حتى عايزة أقولك التفاصيل الصغيرة، يعني شكل السنين، شكل الحواجب، الميك اب، لو لسه صاحية من النوم، لو خارجة من مستشفى، حقيقي. لو مضروبة، حقيقي. يعني بتبان طبعا، بتبان قوي طبعا. طيب والناحية النفسية بقى، اللي هي أنا أعتقد إن هي بتدخلك في زي لوبس كده، زي
يعني دواخل شخصيتك تطلعي وتخشي منها، وطبعا بتأثر عليكي في حياتك الشخصية بشكل كبير. لا هي بصي، هي مراحلها الشخصية كتيرة قوي قوي، يعني هي شخصية عندها مراحل كتيرة قوي، عندها نقلات كتيرة قوي. الحقيقة بصي، المذاكرة حاجة إنما التنفيذ شيء آخر. ليه؟ لأنك لما بتذاكري أنت بتذاكري مراحلها على الورق، فأنت شايفاها هنا راحت، هنا بقت تدرجت، صوتها اختلف هنا، صوتها ضعف هنا. إنما لما بتيجي تنفذي، إحنا في التنفيذ إن أنت ممكن تشتغلي مرحلة الأولانية وبعدين تقلبي المرحلة التانية، ولازم تبقي جاهزة في نفس الوقت. أنا مشكلتي أو مش مشكلتي إنه أنا بحب واحدة في الاربع مراحل دول. فلما بعمل مرحله الاولانيه مثلا ببقى متضايقه انها ضعيفه كده، فانت متغاظه منها. فخش في حاله صراع نفسي مع نفسي. يعني فالحمد لله. بتتكلمي ازاي بصدق عن الشخصيه، وقد ايه انت متعمقه جواها قوي، وبسبب ده الناس بتصدقك قوي في الشخصيات اللي بتعمليها. يعني عايزه اكلمك كمان عن التعاون مع الاستاذ رؤوف عبد العزيز، ده التعاون الثالث بعد انحراف وستهم. هل ممكن نقول كده ان في كيمياء بينكم؟ ده حقيقي، في كيمياء وفي تلاقي فكري جدا جدا جدا. في شخصين انا واستاذ رؤوف تحسي ان احنا شبه بعض قوي، شبه بعض في المعتقدات الدينيه، شبه بعض في المعتقدات الفنيه. وبعدين انا مستي، انا اشتغلت مع استاذ رؤوف زمان وهو مدير تصوير، كنا بنعمل مسلسل ورده الله يرحمها الله يرحمها، وانا كنت بنتها وهو كان مدير تصوير، ده كان اول لقاء بيني وبينه. والحقيقه هو في اللوكيشن كان حد محترم قوي، بيحب شغله قوي، فمن وقتها تعرفنا. وجه اللقاء في انحراف، والحمد لله عملنا شغل كويس قوي جدا وعلم مع الناس بشكل كبير، ثم ستهم، ثم السنة دي. والحقيقة انتي، انا طول عمري لما يسالوني انت نفسك تشتغلي مع مين مخرج، اقول لهم نفسي اشتغل مع مخرج يخرج من روجينا اللي هي ما تعرفوش عن نفسها. الحقيقه مع الثلاث شخصيات اللي انا عملتهم مع استاذ رؤوف، وان شاء الله تشوفوا نصره، هتلاقي انحراف غير ستهم، الراجل اللي عندها قضيه في مجتمعها بتتكلم عنها غير نصره. طيب روجينا، في عدد كبير من النجوم موجود معاكي هنا في المسلسل سر إلهي. لو هنتكلم عن محمد ثروت، أول مرة يقدم يخرج كده من قالب الكوميدي ويقدم حاجة مختلفة عنه خالص، الوقوف قدامه بقى والتعاون بينكم كان شكله عامل إزاي؟ شوفي، أنا سعيدة جدا جدا جدا، وبكم النجوم اللي أنا يعني بشتغل معاهم. والحقيقة هم يعني قبل ما تبقى بينا زمالة فنية احنا اخوات، يعني هم كلهم اخواتي، كلهم بحبهم، كلهم بينا كواليس حلوة كمان في الشغل. يعني احنا استاذ رؤوف بيسيطر علينا بالعافية، لما بنبقى بقى مجتمعين كلنا في مشهد كده ما بيعرفش بقى، فبيبدأ يعمل انه متضايق مننا واحنا ولا الهوى. فالحمد لله احنا بينا كواليس حلوة قوي قوي. انا بالنسبة لي ثروت ده صديقي واخويا، واشتغلت مع مسرح وعارفه قدراته في الكوميديا والضحك. بس انا الحقيقه ثروت بالنسبه لي اول مره اشتغل معاه فيديو، فهو بالنسبه لي مفاجاه على كل المستويات. ازاي بقى؟ مستوى الانساني، مستوى الاحترافي، مستوى التمثيل، عامل كاركتر غريب عليه. انا ببقى مشتاقه اخليه يضحك، فاقول له ما تقول هنا كذا، يقول لي ابعدي عني، انا مش انا على اخرج من انا مش عايزه اضحك. ثم احترامه لزمايله، يعني انا شفت تلميذ زيه، انا في اللوكيشن تلميذه، يعني الاقي ثروت واقف لزمايله مش في زاويته، يقول له حضرتك خلصت المشهد، يقول لهم لا هقف لزميلي. فهو شبه ده سر نجاح برضو اي عمل فني، بالتعاون ده بين الابطال كلهم، ان هم يعني يساعدوا بعض، يدوا اداء لبعض، يعني يبقى في شويه كده تعاون ما بينهم. يعني شوفي هقول لك على حاجه، انا مؤمنه جدا ان المسلسل ده هو ماتش كوره، ماتش كوره، انت في ملعب، اللي هيسلمك صح صح، هتستلمي صح، هتروحي خبطه الكوره جايبه جول، تيم ورك يعني. وكل ما كان، وطول عمري اقول كده، كل ما كانت الكواليس ورا الكاميرا حلوه والناس كلها بتحب بعضها، الطاقه دي بتوصل للي بيتفرج عليه. طيب روجينا، عايزه اخدك للمشاهد الصعبه اللي كنت كده نايمه وعارفه بكره عندي مشهد، انا قلقانه جدا من المشهد ده مثلا، ومشهد تاني نفسيتك تعبت قوي وانت بتاديه وروحتي البيت اعصابك تعبانه قوي. لا مش عايزه اقول،
مش عايزه اقول لانه انا عندي في المسلسل ده مشاهد صعبه قوي قوي قوي، واللوكيشنات كانت بالنسبه لي صعبه ان انا اصور فيها، والطريقه اللي صورت بيها ما حدش يحتملها ابدا. بس مش عايزه احرق لانه لما هتتفرجوا هتشوفوا انا مريت بايه. لا انا مريت بحاجات صعبه جدا جدا في المسلسل، بمثل بقالي عمر من وانا في سنه اولى في المعهد، عمري ما عشت التجارب دي. طب غششينا كده مشهد منهم صعب يعني قوي عليك. يعني لما تنزلي تصوري جوه القبر، جوه قبر تحت دخلت ازاي في المده؟ لا والنبي مش عايزه اتكلم في التجربه دي، والنبي والنبي بلاش بلاش، لان انا قعدت يومين مش قادره اصور بعدها من كتر ما انا مش مستوعبه اللي حصل لي. مش خرجت من ده ازاي بقى؟ وبعدين حصلت لحظه كده ان الباب اتقفل علينا انا والمصورين جوه واتخنقنا. لا اتفرجوا الاول وبعدين نتكلم. طب روجين عايز اخدك شويه لمريم بنتك، طبعا مشاركه في مسلسل سر الهي، عايزه اعرف كده انت في البدايه شجعتيها ولا مشجعتيهاش اصلا على التمثيل، ولا قلت لها لا شوفي لك شغلانه ثانيه، الشغلانه دي متعبه مرهقه نفسيا وجسديا اكيد؟ شوفي هقول لك على حاجه، يعني انا كنت اتمنى ان بناتي الاثنين يبقوا ممثلات. اتمنى. والحقيقه حاولت مع مايا وهي رفضت، وهي طبعا اتخرجت معهد سينما قسم اخراج ومخرجه كبيره بقى ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. مريم الحقيقه من البدايه هي عندها الـ الحب ده، الشغف رايحه ده. يعني هي رايحه للتمثيل، ثم فجاه اكتشفت فيها ان هي على التيك توك عندها حاجات ومش سهله على فكره. يعني انا لغايه دلوقتي عايزه اخش على التيك توك مش عارفه، هي ما شاء الله ما شاء الله. السنه اللي فاتت كانت معايا في ستهم، وكانت عامله دور انا بقول انه صعب جدا انها تعمل بنت شوارع غلبانه ومجرمه وطيبه، في تناقضات كتير. انما السنه دي انا براهن عليها لان هي عامله دور مختلف تماما عنها، دور صعب سهل سهل ممتنع نقول، يعني سهل الممتنع. بس ده صعب على فكره قوي قوي. يعني أوي. الناس بتفتكر ان هو عادي اي حد يعمله، لا قوي الحقيقه. بس هي الحقيقه عايزه اقول لك على حاجه، التجربه السنه دي هي مختلفه، هي جايه لنا السنه دي مختلفه لانه هي عشان في الجامعه بتدرس مسرح في الجامعه الامريكيه. هي مش بس عشان جامعه، عشان بنت روجينا. انا معاكي. لا بس هقول لك على حاجه، هي لما بتيجي تقول لنا اصعب حاجه ان انت تواجهي بنتك او تعلميها. يعني بس قصدي الموهبه موجوده يعني. لا هي الموهبه موجوده بس انتي بتبقي خايفه عليها قوي لدرجه غريبه، بترعبيها شويه. يعني انا عايزه اقول لك على حاجه، انا ماليش شغل معاها في المسلسل غير حاجات قليله جدا، فاول مشهد بصوره معاها فجاه بعد ما خلصت شوتي وهي قاعده، فاستاذ رؤوف قال لي هعيد، فقلت له ليه يا استاذ انا قلت الجمله كويس، قال لي لا انت وشك مشدود وش قلبك عليها، انا شايفه عضلاتك وانت بتشتغلي، انت ناسيه نفسك خلاص. بتركزي بقى في مريم هتعمل ايه وهتقولها ازاي، طبعا الام هنا اللي بتحضر يعني مش الفنانه خالص. طيب روجينا دايما بتختاري الافكار والقضايا اللي بتخص المراه وبتهم المراه، ده حصل ازاي في سر الهي؟ عندنا قضيه قريبه قوي قوي من القلب، قضيه ست في كل بيت مصري وعربي، ست دايما سندة وشايلة وسندة كل عيلتها، والست دي ما بتنتظرش تقول ان هم يقولها شكرا، بالعكس العادي ان ده اللي انا بعمله عشانهم، حق مكتسب منهم وموافقة وراضية وسعيدة، تبذل اقصى طاقتها عشان تسعد كل اللي حواليها، مش مهم هي ما فكرتش تحب نفسها، هي حبتهم هما بس، وفجأة تكتشف انها كانت غلط. طيب روجينا انا بشكرك جدا والف مبروك على المسلسل، وان شاء الله يكسر الدنيا كلها ومصر كلها تشوفه ان شاء الله. وبشكرك على وجودك معايا في اكسترا نيوز، حقيقي استمتعت بوجودي مع حضرتك. ربنا يخليكي، انا اللي بشكرك جدا ومبسوطه ان انتوا معانا، وكل سنه وانتوا طيبين، رمضان كريم، ويا رب دايما كده شاشات مصر منورة، شاشات المتحدة متألقة، والسنة دي أنا شايفة حاجة حلوة قوي قوي، وشايفة موسم رمضاني مشرف لمصر. أكيد. مصر دايما أصل الدراما. كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة.